بسم الله، نشوف مع بعض ازاي نعمل مدرج جماعي، تمام؟ او ممكن مثلا مكان نتفرج فيه على كوره، او عباره عن مدرجات، تمام؟ فهبدا ارسم الحواد بتاعتي، تمام؟ مثلا من هنا لهنا، وبعد كده بترسم الطلع بتاع الجانبي للقاعه، واعمل روتيت او ميرور من منتصف هنا، وبعد كده ترم من هنا لهنا، وابدا ارسم ارسم حتى اي شكل كده انوتيت. ممكن ارسم مثلا موديل لاين، تمام؟ اقول انا عايز ارسم قوس من هنا لهنا بالشكل دوت، تمام؟ وطبعا بقية الحاجات هتطلع نقدر نعمل اوبسيتي. خلينا ارسم دلوقتي من architecture، هرسم ريفرنس بلان من النص هنا اهوت، وهديله اسم فيزيتور، طيب. بعد كده هاجي هنا اقول له انا عايز بعد اذنك لو سمحت ترسم لي موديل امبليس، تمام؟ واقول له انا عايز ارسم مثلا فلور، بيقول لي ارسم ايه فلور 1، وعايز ارسم بقى شكل يتعمل له ريفولف، تمام؟ او سويب، خلينا نرسم سويب. انت ممكن ترسمه كذا طريقه، بس خلينا سويب، هتديله المسار ويمشي فيه، اعتقد سويب افضل. طيب خلينا نقول له سويب، ماشي. سويب هيسالني الاول على المسار، فاقول له سكتش باس او بيج باس، اهوت. ابدا ارسم بقى التدريج بتاعي، تمام؟ اقول له سيلكت بروفايل، اديت بروفايل، ابدا ارسم البروفايل بتاعي من هنا، اقول له في 3D، تمام؟ ده البروفايل بتاعي، تمام؟ ابدا اقول له انا عايز ارسم تقدر ترسم المدرج بتاعك بالشكل دوت، تمام؟ او ممكن تقول له انا عايز ارسمه مثلا في الاست، تبدا ترسم المدرج، بالمسافة اللي انت عايزها، تمام؟ اقول له موافق، تمام؟ اقول له موافق تاني، وتعالى نشوف في 3D شكل المدرج عامل ازاي. المدرج بقى بالشكل ده، تمام؟ طيب عايزين نحذف الحاجات اللي هي في الجنب ديت، تمام؟ هقول له بكل بساطه اعلم عليه سيلكت تاني، واقول له اديت ان بليس، واقول له انا عايز ارسم فويد، واقول له فويد، هترسم بس شكل كده يقفل الحته اللي بره ديت عشان يحصل لها استثناء، تمام؟ طيب ميرور، طيب عايزين بقى نبدأ نديله ارتفاع. يبقى احنا كده خلصنا من الحدود الخارجية بالشكل ده، تمام؟ كده احنا عملنا المدرج، ونقدر يعني نقدر نزود في الحجم بتاعه زي ما احنا عايزين، ونقدر نعدل. وعشان نسيطر اكتر على الموضوع، عشان نسيطر اكتر
ممكن تبدأ تعمل كذا ليفل، يعني كل واحدة فيهم تعمل لها الليفل بتاعتها. ممكن كل درجة تعمل لها ليفل، تبدأ مثلا تعمل ليفل للدرجة الأولانية، ليفل للدرجة التانية، تمام؟ وتقدر تربطها بيها بحيث إن أنت لما تعدل تتعدل معاها على طول، تمام؟ أنا بالنسبة لي مهم إن إحنا بس نعرف المبادئ الرئيسية زي نعمل حاجة زي كده. تمام. طيب دلوقتي ايه اهم حاجة ناقصنا؟ ان احنا نحط الكراسي. تمام. لو انت في اللوحة دي مش شايف بقية الحاجات، هخش في الفيو رينج وتقول له انا عايز دي بقى unlimited، تمام، واعلي دي شوية خليها مثلا 4 متر. طيب محتاجين ان احنا نحط كرسي بكل بساطة. insert، ممكن نلاقي كراسي اتوقع يعني، تمام، بس ممكن يكونش الكراسي المناسبة للمؤتمرات والحاجات ديت. في كومبوننت ممكن اقول له بليس كومبوننت، هيبدأ يجيب لي قائمة هنا، دي ترابيزة، طيب انا مش شايف كراسي، بس سهل جدا ان انا اجي هنا في انسيرت واقول له اعمل لي لود فاميلي واحمل كرسي من اركتكشر فرنتشر. ممكن نختار الكرسي ده مثلا، تمام، نحطه. طبعا الناس اللي هي البهوات او الناس الكبيرة هيبقى ليهم كرسي كده فخم كده، الناس اللي قاعدة في الصف الاول، تمام. طيب اجي اقول له كومبوننت ديز كومبوننت، احط الكرسي بتاعي، تمام، وبعد كده هقول له انا عايز اعمل اري، تمام، عايز اعمل اري، نقطة المركز فين؟ في السنتر، لازم نحدد نقطة المركز. اهي شايف السنتر اس سي، حطيت هنا، راح حدد لي السنتر، فاقول له اول نقطة اخر نقطة. دلوقتي هرسم نقطة في المركز هنا من انوتيت، اقول له انا عايز دي لاين، وهاجي هنا اقول له انا عايز ارسم دايرة اس سي عشان يعمل سناب، دايرة صغيرة خالص بس على اساس ايه احدد النقطة اللي هنعمل عليها اري من النقطة دي. اقول له انا عايز اعمل اري واختار ان هم يكون راديال، واختار ان هم مثلا 8، وبعد كده هقول له انا احدد لك اول نقطة اخر نقطة، انقل النقطة بتاعت نص الاري من هنا لهنا، وبعد كده ابدا احدد اول نقطة واخر نقطة، خليهم 8. طب عايز اعمل برضو الناحية التانية، تمام، اعلم عن جروب وحدد النقطة دي واسحبهم لآخر المسرح كده، والتمانية دي ممكن نغيرها مثلا دي 15 مثلا، يوزع لي الكراسي، تمام. نفس دول تقدر تنسخهم وتحطهم في الدور اللي بعد كده، تمام، أو تقدر تاخد كرسي واحد بس اللي هو في النص وتنقله للمدرج اللي بعد كده واللي بعد كده، وتقدر تعدل زي ما انت عايز، تلغي كرسي، يعني ممكن نلغي كراسي من الجنب دول بحيث يبقى ده ممر، وهكذا. دي فكرة عمل المسرح. طبعا انا عامله بغير مقاييس وغير حاجة، مجرد بس ان انا اشرح الفكرة، وكل واحد في المشروع بتاعه يطبق اللي هو عايزه.